فيكم وكل عام وانتم بألف ألف خير بهذا الشهر المبارك. إحنا اليوم عم نشهد انطلاق مشروع جديد وأردني وطبعاً بيهتم بقطاع مهم في المملكة ألا وهو قطاع الصحة. المخرج بعد السابق مؤسس الطبيبي رح تتحدث لنا أكثر عن تفاصيل طبيبي. مساء الخير وكل عام الجميع بصحة وعافية دائما إن شاء الله. اليوم نلتقي لنعلن عن مشروع يهتم بصحتنا ويزودنا بالمعلومات الصحيحة الطبية من خلال أطباء مختصين في جميع المجالات، لتصلنا المعلومة غير محرفة وبشكل واضح وبسيط إلى الأشخاص الذين يبحثون عن أجوبة لأسئلة كثيرة عن الصحة وعن الطب. اليوم نحن نعلن عن طبيبي، وهي قناة على شبكة اليوتيوب مدعمة بصفحة على الفيسبوك وأيضاً على التويتر. طبيبي مكتبة فيديو يجيب من خلالها الأطباء المختصون على الأسئلة الأكثر شيوعاً بين المرضى، وذلك من خلال فيديو لا يتعدى 6 دقائق. نحن في طبيبي نؤمن بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي وأيضاً أهمية الإعلام والعمل بما يتوافق مع الثورة الإلكترونية التي من شأنها أن تكون منبر مهم بما فيه الإفادة والمعلومة الصحيحة غير المنقوصة للمستخدم الذي يبحث عن معلومات طبية باللغة العربية أينما كان بالعالم العربي أو العالم. والسؤال الذي ممكن أن يكون عم يتردد على الأذهان على الأرجح هو لماذا فقط باللغة العربية؟ المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية قليل والمحتوى الطبي أقل بكثير، ومستخدمين العرب يفضلون أن يسمعون ويرون من أن يقرأوا، ولذلك طبيبي يصل إلى الجميع بالشكل السلس والسهل الذي يفضلونه. إن إنشاء هذا المشروع حتى يستطيع المواطن العربي أياً كان وأينما وجد أن يحصل على تلقاه من أجوبة لتساؤلاته الطبية ولا أكثر. يعني حتى بالمناسبة حتى الممارسة الطبية السريعة في العيادة مرضى كثير بيكون أسهل عليهم إنه يراجعوا الفيديو اللي أنا جاوبت فيهم على أجوبتهم من اليوزر على سؤال مباشرة، لأنه في إعادة تستطيع أن تعيد السؤال على الطبيب على الإنترنت، بينما قد يجد المريض بحوالي الكتاب قبل أن يمارس السؤال على المريض وجه لوجه. لكن نحن في هذا الأمر كنا واضحين وموضحين أن هذا الأمر لا يعد استغناء عن زيارة طبيب أو استشارة حكيم، لكنه طريق لتسهيل وصول المعلومة الطبية العامة الدقيقة الصحيحة في شتى مجالات الإنسان العربي. هذا المشروع طموح بكم ولكم، وهو واسع سعة معرفة كل واحد منكم. نريد منه أن تستنهض الهمم فيبذل كل واحد منا بذرة في أرضه حتى ينبت بستانا للمعرفة الطبية العربية. وقد قيل لا تنظرن إلى حجم العمل ولكن انظر إلى مقدار همتك على قيامك. خبرتي الشخصية مع مشروع طبيبي كانت صراحة ناجحة جدا ومتميزة، وذلك لعدة محاور. المحور الأول وهو بنظري أهم محور، سمحت خدمة طبيبي لي أنا شخصيا وطبعا أكيد لكل زملائي المشاركين أنه نحصل على فرصة فريدة للتحدث المباشر وجها لوجه مع كل مريض أو مهتم لمعلومة طبية ما، بأنه يحصل على هذه المعلومة بكل دقة دون تحريف دون زيادة دون نقصان من فم الطبيب نفسه عبر الفيديو المسجل. طبيبي أتاح مجال حقيقي لكل طبيب في إعطاء معلوماته كاملة بدون تفسيرات خارجية اللي في كثير من الأحيان بتكون خاطئة. أما المحور الثاني فهو المحور التكنولوجي وعوامل التجدد. حكت غادة طبعا عن هذا الموضوع، حيث تسمح لنا خدمة طبيبي انه نوصل احدث والمعلومات الطبيه وكل ما هو جديد ومبتكر من ناحيه الادويه الجديده، العمليات الجديده اللي صارت
اللي ممكن يحتاجها المريض والخيارات العلاجيه او الميديكال ابروتش الجديد. وهذا الشيء دائما عم بيكون متغير، ما في شيء عم بيضل ثابت بمجال الطب. اما المحور الثالث والاخير فهو محور التسويق. بكل صدق لمست علاقه مباشره في زياده عدد المرضى العرب والمغتربين منهم الذين يعرفون عني انا شخصيا او عن مركزي الطبي من بعد انتشار قناة طبيبي على اليوتيوب. حقيقة يعني أنا لمستها بشكل شخصي. فأي مريض الآن بيعمل سيرش على حالة طبية معينة قد يطلع له الفيديو على يوتيوب بأحد الأطباء المشاركين ويجاوب عن الأسئلة اللي بجوز تكون في ذهن هذا المريض، وبالتالي بطريقة غير مباشرة وطريقة يعني حتى مباشرة ممكن يعرف عن هذا الدكتور، يعرف عن الدكتور هذا شو بيسوي وعن المركز الطبي الفلاني شو بيعمل. طبيبي هو القناة الطبية المتخصصة التي تصل من خلالها إلى طبيبك في الأردن، وتستطيع أن تجد المعلومات الطبية التي تبحث عنها. وهذا بالطبع لا يعني الاستغناء عن استشارة الطبيب، ولكن المعلومات العامة الطبية من شأنها أن تساعد المريض وتزوده بمعلومات ذات مصداقية عالية. اليوم طبيبي لديه أكثر من 1,000 متابع على الإنترنت، واستطعنا أن نجيب على أكثر من 95 سؤال من خلال فيديو طبعاً للأسئلة الأكثر شيوعاً من أمراض الأرق، السكري، القلب، الكوليسترول، الحمل والولادة، الأمراض النسائية، زيادة الوزن، الفحوصات المهمة، والتوحد والسرطان والكشف المبكر وغيرها. غيرها من المواضيع التي تحدث فيها طبيبي خلال فقط 4 أشهر من بداية تواجدنا على شبكة الإنترنت. هدفنا أن نستطيع إن شاء الله أن نقوم بالإجابة على 30 سؤال شهرياً من خلال الحديث عن 3 مواضيع مع 3 أطباء مختصين كل شهر. طبيبي لا يعطي الاستشارة على الإنترنت، وإنما يعطي الفائدة والمعلومة الصحيحة التي من شأنها أن تفرد المريض بمعلومات مهمة عن مرضه. وطبيبي يحاكي ثقافاتنا وعاداتنا وحياتنا. طبيبي هو أطبائنا الذين نؤمن بقدراتهم وخبراتهم. بشكركم بحضوركم جدا ودعمكم، وأرجو أن لا تبخلوا علينا بتزويدنا بلحظاتكم ونقدكم البناء. شكرا.